هاشتاغ أبو فهد في قلوب عيال زايد صار ترند بالإمارات من بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني 45. المغردون تداولوا صور وفيديوهات كثيرة للملك سلمان بكل الفعاليات اللي حضرها بهالمناسبة مع الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، ونشروا تغريدات بتحكي عن وحدة الدول الخليجية وبتدعي للأمان فيها. النجوم أيضا تفاعلوا مع هالزيارة، ومنهم حسين الجسمي اللي نشر هالصورة يلي بتجمع الملك سلمان والشيخ محمد بن راشد، وهالكلمات هم من أغنيته الجديدة أخو نورة اللي أصدرها مبارح خصيصا لهالزيارة.